سيد عبد القادر، بداية هل تم اتخاذ خطوات لقطع العلاقات مع دولة الإمارات؟ الحقيقة كخطوات رسمية لم نرى شيء حتى هذه اللحظة من المجلس الرئاسي، على الرغم من أن مجموعة من أعضاء مجلس الأعلى الدولة أوصوا بتوصية، ومجلس النواب أيضا في طرابلس أن يجب أن يتم قطع العلاقات، ولكن حتى هذه اللحظة لم نرى شيء من المجلس الرئاسي بهذا الخصوص. نعم نعم سيد عبد القادر، برأيك يعني استمرار العلاقات مع دولة الإمارات وكذلك دول أخرى ساندت مجرم الحرب حفتر في العدوان على العاصمة طرابلس، هل يعد هذا تقصيرا من المجلس الرئاسي أم ماذا يعني هذا برأيك؟ بكل تأكيد هذا يعتبر تقصير من المجلس الرئاسي، وأيضا يعتبر عدم متابعة وجدية، في خاصة نحن يفترض في أن تكون هناك برامج مسبقة على الأقل من ناحية السفراء، ولكن نظرا لأن السفير الموجود في دولة الإمارات حتى هذه اللحظة لا يتبع حكومة الوفاق، فتعتبر العلاقات شكليا مقطوعة، ولكن لا توجد أي تواصلات بين المجلس الرئاسي على المستوى الرسمي وحكومة الإمارات، ولكن هذا لا يمنع من أن يصدر المجلس الرئاسي قرار بقطع العلاقات، وعلاقاتها حاليا الإمارات دولة الإمارات مع المتمرد في المنطقة الشرقية، وهي مهيمنة الحقيقة وليست علاقات، هي أصبحت تمارس الوقاية على المنطقة الشرقية في ليبيا. نعم نعم، برأيك سيد عبد القادر يعني لو قطعت العلاقات مع دولة الإمارات هل ستؤثر إيجابا على يعني الحرب الدائرة الآن والعدوان على العاصمة طرابلس؟ نعم، لا أسمع اليوم احتفالات بمناسبة مولد النبوي، لذلك تسمع الألعاب النارية هذه اللحظة. نعم سيد عبد القادر، هل تسمعني جيدا الآن؟ أسمعك. نعم. قلت لك سيد عبد القادر يعني إن قطعت العلاقات مع دولة الإمارات هل سيؤثر هذا إيجابا على العدوان الدائر على العاصمة طرابلس الآن؟ لن يؤثر، ليس لديه أي تأثير حتى في هذه المرحلة، لأن كما قلت سابق أنه لا توجد أي علاقات بيننا وبينهم في المنطقة الغربية، على الأقل هم يمارسون الهيمنة على المنطقة الشرقية، حتى ولو أعلننا نحن قاطع العلاقات هذا لا يؤدي. ممكن لو أن الأمم المتحدة والدول ما يسمى بالمجتمع الدولي عندما يرى أن المنطقة الغربية لا ترغب في دولة الإمارات، ربما يتم إقصائها واستثنائها وخروجها من مؤتمر برلين القادم، يعني هذا ممكن يؤثر بعض الشيء. نعم. ولكن حتى هذه اللحظة الحقيقة هذه مسؤولية المجلس الرئاسي. نعم. أن يقوم بإرسال توصية واضحة إلى الأمم المتحدة أن دولة الإمارات غير مرغوب فيها، أي دولة تساند هذا العدوان الغاشم على العاصمة غير مرغوب فيها لحضور مؤتمر برلين. نعم. ولكن نحن نلتمس العذر لدولة مصر أنها متخوفة بعض الشيء، كما قال رئيس المجلس الأعلى للدولة يمكن أن نحن أن نناقش هذه المخاوف مع دولة مصر، وتبقى العلاقة مع الحكومة المعترف بها دوليا، وتبدأ النقاش رسميا ما هي مخاوفات الدولة المصرية، ويتم حلتها يعني في هذه المسألة. نعم نعم سيد عبد القادر، يعني هناك كلام يعني ربما يتداول حول يعني ربما قطع العلاقات مع دولة الإمارات وغيرها ربما لسبب يعني مصالح شخصية ربما يوجدون في الحكومة لأعضاء في الحكومة هم من تسببوا يعني في عدم قطع العلاقة مع دولة الإمارات وغيرها حتى الآن. نعم هذا 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 وارد، هذا وارد، لأن هناك بعض من أعضاء الحكومة في المجلس الرئاسي وفي الحكومة متنفذين وأسرهم موجودة في دولة الإمارات للأسف، يعني وهم على زيارة مستمرة، وهذا يعطي علامة استفهام على المجلس الرئاسي الذي يسير في الدولة الليبية في هذه اللحظة. نعم